رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلمكم آمين. القصر حقيقي وغير حقيقي، وكل منهما نوعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يتحدث الآن في أحوال الجمل، وتكلمنا قبل ذلك عن باب أحوال المسند وأحوال المسند إليه، ثم أحوال متعلقات الفعل، ثم بعد ذلك أتى هذا الباب وهو باب القصر. والقصر له فوائد عظيمة في اللغة وفي البلاغة. فمن فوائد القصر أولا التأكيد، وذلك لأن أكبر طريق من طرق القصر هو النفي والإثبات. النفي والإثبات، والنفي حين تنفي شيئا ثم تثبته فأنت تؤكده. فإذا قلت ما جاء أحد نفيت مجيء أحد، ثم تقول إلا زيد فأنت أكدت مجيء زيد مرتين، مرة بإثبات المجيء لزيد لأنك استثنيته من قولك ما جاء أحد، ومرة ثانية بنفي المجيء عن غيره، يعني أنت أثبتت مجيئا. فهمنا؟ أثبتت مجيئا، هذا المجيء لا بد منه، ثم نفيته عن كل أحد، ثم بعد ذلك أثبته لزيد، فكأنك أثبتت بعدما نفيت، يبقى هذا أخص أنواع التأكيد. فمن فوائد القصر أو أكبر فوائد القصر التأكيد. ثانيا من فوائده الإيجاز، والإيجاز ضرب كبير من ضروب البلاغة، حتى قيل إن البلاغة هي الإيجاز. ولذلك بني القرآن الكريم وهو أبلغ هو أعلى طبقة من طبقات البلاغة، بني على ماذا؟ بني على الإيجاز. والإيجاز له فضل عظيم في اللغة، حتى قال واحد يكتب لصديقه قال له ليس عندي وقت للإيجاز فلا تؤاخذني في الإطناب. يعني كان الأفضل، كان المعنى يقول له إيه؟ ليس عندي وقت للإطناب فلا تؤاخذني في الإيجاز. لا، هو قال له ليس عندي وقت للإيجاز فلا تؤاخذني في الإطناب. لماذا؟ لأن الإيجاز مثل السهم المصور، عندما تأتي بكلمة تضع في تلك الكلمة المعاني التي تريد أن تقولها. وهل يقدر أحد على هذا إلا إذا كان بليغا عالما بأساليب اللغة؟ ما يقدرش. فمن أجل ذلك كان من فوائد القصر الإيجاز. كيف ذلك؟ أنت حين تقول ما جاء أحد إلا زيدا، إلا زيد، فإنك تستغني بتلك الجملة عن جملتين، تستغني بتلك الجملة عن إيه؟ عن جملتين، إحداهما تنفي والأخرى تثبت. فتقول ما جاء أحد ولكن جاء زيد، فأنت تترك ولكن جاء زيد وتقول ما جاء أحد إلا إيه؟ إلا زيد. مفهوم الكلام ده؟ يبقى إذا أنت توجد بدلا من أن تجعل مدلول كلامك يحتاج إلى جملتين تأتي به في جملة إيه؟ تأتي به في جملة واحدة. مفهوم؟ هذه من أعظم أيضا فوائد القصر، هي الإيجاب. الفائدة الثالثة من فوائد القصر هي المبالغة،
والبلاغة غالبا مبنية على المبالغة، المبالغة في الشيء. لكن المبالغة كما سيأتي في علم البديع منها مبالغة مقبولة ومنها مبالغة مردودة غير مقبولة. يعني الإنسان الذي يقول وأسكر بالأمس إن أردت وأشرب بالأمس إن أردت السكر غدا، يعني يريد أن يبالغ بأنه رجل صاحي أو الخمر لا تفعل معه شيئا أبدا، فإذا أراد أن يشرب لا عشان يسكر يعني لا بد أن يشرب قبل وقت السكر بيومين. هذه إيه؟ مبالغة. هل مبالغة هذه مقبولة؟ ليست مقبولة. خلاص؟ الشاعر حين يقول وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطق الذي لم تخلقه، هذه مبالغة إيه؟ غير مقبولة إطلاق، لأنه يريد أن يقول لممدوحه أنك أخفت المشركين جميعا حتى أن النطق التي لم تخلق في بطون أمهاتها أصبحت الآن إيه؟ أصبحت تخاف. تلك مبالغة غير إيه؟ تلك مبالغة غير مقبولة. خلاص؟ فإذا المبالغة منها ما هو مقبول ومنها ما هو إيه؟ ومنها ما هو مردود. حين أقول زيد أسد وأدعي أنه أسد بالشجاعة والجرأة، تلك مبالغة مقبولة ولا غير مقبولة؟ تلك مبالغة مقبولة ومطلوبة. خلاص؟ وتقتضي مدحا. وتقتضي إيه؟ وتقتضي مدحا. حين يقول المتنبي يصف رسول ملك الروم عندما دخل على البدر بن عمار يقول له وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، وأقبل يسعى في البساط فما درى، وأقبل يمشي في البساط اللي هو بساط مين؟ الوزير. ما فما درى إلى البحر يسعى، في الكرم شبهه بالإيه؟ بالبحر طيار. أم إلى البدر يرتقي، شبهه بالبدر في علو المنزلة والمقام. هذا كلام فيه مبالغة، لكنها مبالغة إيه؟ مقبولة مستملحة مستطرفة بين الناس. هذه هي البلاغة، هذه هي الإيه؟ هذه هي البلاغة. فإذا القصر يدل على البلاغة، والبلاغة التي يدل عليها القصر هي المبالغة إيه؟ المبالغة المقبولة. كيف تكون أو كيف يدل القصر على المبالغة؟ كيف يدل القصر على المبالغة؟ أنا إذا أردت أن أقول أبو تمام حكيم والمتنبي حكيم والشاعر البحتري، الشاعر الإيه؟ البحتري. هنا تعريف الطرفين بالألف واللام فيه نوع قصر. حين أقول والشاعر البحتري قدمت إيه؟ الخبر على المبتدأ وعرفت الطرفين بالألف واللام، وهذه طريق من طرق القصر. لما قلت الشاعر البحتري ادعيت أنا أنه لا شاعر إلا البحتري، لكن هل الواقع ونفس الأمر أن البحتري فقط هو الشاعر؟ لا. ما له تمام راح فين؟ متنبي راح فين؟ الناس اللي زي دي الشعراء كلهم أين ذهبوا؟ لكن أنا حين أقول المتنبي حكيم والشاعر البحتري يبقى بالغت في إثبات الشاعرية لإيه؟ البحتري. هذه مبالغة، مبالغة مقبولة أو مبالغة غير مقبولة؟ مبالغة مقبولة. مبالغة مقبولة، لأني أنا حين أعجبني شعر البحتري ادعيت فعلا أن غير الشعراء لا يستطيع أن يصل إلى شاعرية البحتري، فكأني لم أنظر إلى
غير المحتري في الشاعري. تلك مبالغة، أنا حر أمدح ممدوحي في من عايز، يبقى تلك مبالغة، هذه مبالغة إيه؟ مبالغة مقبولة. كذلك لما نيجي نجيب طريق من طرق القصر المعروفة السهلة اللي تعرفوها، أقول في ذلك إنما زيد العالم، إنما زيد العالم. عملت إيه أنا الآن؟ هل يعقل أنه لا عالم إلا زيد؟ لا. طبعا كل ناس كتير علماء، بكر وخالد وعمر وهو إلى آخره، هؤلاء علماء، لكنني أنا بالغت في عالمية زيد فادعيت أن زيدا هو العالم دون غيره، وتلك أيضا ادعاء مقبول ومبالغة إيه؟ ومبالغة مقبولة. كيف يكون ذلك الطريق؟ يكون بعدم الاعتداد بغير الموصوف، أو بعدم الاعتداد بالصفات الأخرى غير الصفة التي أريد أن أثبتها للموصوف. إما يكون بكم أمر؟ بأمرين، يكون بعدم الاعتداد بغير الموصوف. لما أقول إنما زيد العالم، يبقى أنا لم أعتد بغير مين؟ بغير زيد. طب إنما العالم زيد، يبقى لم أعتد بأي صفة أخرى غير إيه؟ غير صفة العلم لزيد. مفهوم الكلام ده؟ فإذا القصر من فوائده التأكيد، ومن فوائده إيه؟ الإيجاز، ومن فوائده المبالغة. كذلك من فوائده، بل من أقص فوائده وأجل فوائده، التخصيص. هذا من أجل فوائد القصر وأخص فوائد القصر، ولذلك كأن القصر مقصور عليها، ولذلك حينما عرفوه قدموها في أول تعريفه، لم يقولوا في القصر تأكيد ولا إيجاز ولا كذا ولا كذا، لأن التأكيد يشاركه غيره فيه، والإيجاز يشاركه غيره فيه، والمبالغة والادعاء يشاركه غيره فيه، ولكن التخصيص هو القصر. فإن قال قائل قد مر بنا أن التقديم يفيد التخصيص، مش كده ولا إيه؟ نقول التقديم طريق من طرق القصر، يعني ما أفاد التخصيص إلا لأنه طريق من طرق الإيه؟ لأن معنى قوله تعالى، لا معنى قوله تعالى إياك نعبد، يعني هذا كده بطريق من طرق القصر، يعني إيه؟ لا نعبد إلا إياك، أدي معنى كده. يبقى إياك نعبد قدمنا ليه؟ لئلا يجوز العطف على نعبد، ومعنى عدم جواز العطف أن صفة العبادة قاصرة مقصورة على الله عز وجل. يبقى طرق من طرق القصر، طريق من طرق القصر ولا لا؟ يبقى إذا التقديم طريق من طرق القصر، كما سيأتي إن شاء الله أن التقديم من طرق الإيه؟ من طرق القصر. فإذا التخصيص هو من أخص فوائد القصر، ونكتفي بذكر الفوائد هكذا لأن له فوائد كثيرة، لكن نكتفي هنا بالأربع فوائد التي ذكرناها. فإن قلت لماذا قدمت الفوائد على تعريف القصر أو بيان القصر؟ وقد يتفلسف واحد ويقول أليس الحكم على الشيء فرعا عن تصوره؟ فأنت لم تعرفنا القصر حتى نتصوره، ثم بعد ذلك تأتينا بفوائده. نقول إن ذكر الفوائد لدراسة الشيء فيه حث على إقبال ذلك الشيء، إقبال على ذلك الشيء، وفيه تنبه للأذهان حتى تتشوف إلى ذلك الشيء. والإنسان لا يدرس علما أو لا يسير في شيء إلا بعد أن يعرف جدواه
ومحصلته من هذا الذي يفعل. ففائدة الشيء تدعو إلى إيه؟ الإقبال عليه والإقبال على دراسته. ولذلك تقديم فائدة الشيء على الشيء ليس معنى ذلك أنك تعرف بذلك الشيء. طبعا ما يجيش الاعتراض من أصل، هو مفيش حد فيكم اعترض لأنه محدش حط في دماغه مسألة زي كده، بس احنا بنقول تدريبا لذهنك علشان تقول يمكن مثلا واحد يذكر الفوائد ربنا يفتح عليك فيما بعد قبل التعريف، فتقول لماذا لم يقدم التعريف اولا، والعلماء يقولون ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهو لم يعرفنا حتى نتصور، ثم بعد ذلك ياتينا بايه؟ ياتينا بفوائد الشيء وبعد ذلك نقول له لا، ان فوائد الشيء لا تعني انني ابينه لك ولا ادخل معك في غرفه وفي بيوته وفي اقسامه وفي انواعه، بل تلك اقولها لك لماذا؟ تشويقا لنفسك، تشويقا لقلبك، بعثا لذهنك، حتى اذا ما بدات اعرفك ذلك الشيء يتمكن في نفسك فضل ايه؟ فضل تمكن. انتهى الموضوع كده؟ يبقى هذه فوائد الايه؟ فوائد القصد. ناتي الى تعريف القصد. القصد حقيقي لا لسه يا مولانا، لسه يا مولانا، لانه هو الشيخ دخل على طول في المساله، لكن احنا لازم نعرف الايه؟ القصد ده، ايه هو القصد؟ احنا برضو لسه معانا حكايه الحكم على الشيء فرع عن تصور، والتعريف كما قلنا لا بد ان يكون اخص التعريفات انما يكون بالحد، وقد يجوز التعريف بالرسم، وانا مش هدخل معاك في منطق عشان اقول لك ايه الحد وايه الرسم، لكن التعريف هو حد الشيء، ومعنى حد الشيء يعني الشيء الذي لا ينازعه فيه غيره، الشيء الذي لا ينازعه فيه غيره. نحن مثلا نجلس هنا في هذا المكان، هذا المكان حدنا يعني لا نتعداه إلى بيتنا، البيت الذي وراءنا أو إلى المكان الذي وراءنا، هو ده حد بتاعنا، مفهوم هذا الحد هو. ولذلك يقال، قال الحجاج بن يوسف لعبد الملك بن مروان حين قال له يا عبد الملك يا حجاج بلغني عنك انك اسلمت في القتل وجمعت الاموال بغير ان تتقي الله في ذلك ابدا ولا ان تتقي غضبي، يعني لن تتقي ربنا ولا خفت مني لاننا لوجهك، جمعت الاموال كيفما شئت وقتلت الناس كيفما شئت. فأراد الحجاج وكان عنده من الدهاء ما عنده، وقام بعض خصوم الحجاج ليقول له فعل وفعل 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 حتى يوغر صدر عبد الملك على الحجاج، فقام عبد الحجاج برواية عبد الملك وقال أما ما كان من القتل فما قتلت إلا في دولتكم وفي خلافتكم، وما قتلت إلا المالقين عليكم والخارجين عليكم، وما قتلت إلا في حد من حدود الله. طبعا هو بيدعي الآتي، هو فيه عمل كده وفيه عمل كده. وأما الأموال فما أخذت إلا من المدخمين بالأموال لأضع ذلك في خدمة بيت مال المسلمين، ثم إن شاء مولاي عبد الملك أن يحد لي حدا لا أتعداه أبدا فأسير عليه. أدي معنى الشاهد بتاعنا، أنا قتلت كثيرا لأني ما عنديش حد تحده، فإذا حددت لي حدا ماذا يكون الأمر؟ لا أتعداه، يعني إذا قلت لي اقتل لي كذا يبقى لا أتعدى، خذ المال لمن بلغ ماله كذا لا أتعدى. إذا التعريف معناه إيه؟ حد، والحد معناه
ألا يشاركه غيره فيه. يعني هذا معنى كلام المناطقة أن يكون التعريف جامعا مانعا. معنى جامعا يعني جامعا لكل أوصاف المعرف. كل أوصاف المعرف قالت لأخص أوصاف المعرف، مش لا لكل الأوصاف، لأن كل الأوصاف يتعذر الإحاطة إيه؟ الإحاطة بها، لكن لأخص أوصاف المعرف. كلام واضح ولا أنا بتكلم مش فاهمين؟ طيب، يبقى لابد أن يكون جامعا لأخص أوصاف المعرف، كويس كده؟ ومانعا يعني أنه يمنع غيره في أن يدخل في ذلك التعريف. ولذلك سبق آنفا أنني قلت لكم لم يعرف القصر بالإيجاب ولا بالتأكيد ولا بالمبالغة، مع أننا من فوائده. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الإيجاب فوجدوا أن غير القصر داخل فيه معه، نظروا إلى المبالغة فوجدوا أن غير القصر داخل، نظروا إلى التأكيد فوجدوا أن غير القصر داخل، فقالوا ما الذي يختص به القصر في تعريفه؟ فعرفوه بالتخصيص. كويس؟ طب تعريفه لغة قبل أن نتحدث عن تعريفه لغة لا بد أن نعرف أن الكلمة في اللغة يكون مدلولها مدلولا عاما، ثم يأتي عرف مصطلح من المصطلحات فيأخذها من ذلك العموم ويخصصها لمناسبة لتعريف شيء في اصطلاح تخاض بأهل ذلك العرف. مش واضح؟ خد بالك. واضح؟ أصل في واحد بيطبق، يعني معنى ذلك إن ده كلام مش مفهوم. طيب نقول حاجة سهلة عن كده شوية. كلمة الأدب، الأدب دي في اللغة كان لمين؟ الدعوة إلى الطعام في الأصل كده. تجد فلان عنده أدب يعني داعي إلى الطعام. شاعر قال نحن في المشتاة ندعو الجبل لا ترى الآدب منا ينتقر. الداعي إلى الطعام يعني ما يختلفش أبدا، لا بد يدعو إلى الطعام ولا يبالي. كويس؟ وأيضا الأدب معناه الزرف والتناول، حسن التناول. لو واحد طريق في المجلس بتاعه وقاعد فمعناه اسمه قال عليه إيه؟ ذو أدب. خلاص؟ طيب، وكذلك الأدب المأخوذ من التأديب. يبقى الكلمة هنا عامة ولا مش عامة؟ عامة. فلما جاء أهل الشعر والنثر الذين يريدون أن يحصوا ما في اللغة من شعر ونثر وخصائص لكل منهما، أخذوا تلك الكلمة وقالوا هذا هو الإيه؟ هذا هو الأدب. الأدب الآن صار كان عاما بالعرف العام، وصار خاصا بعد أن أخذه أهل ذلك المصطلح فجعلوه إيه؟ خاص. لكن هل هناك مناسبة بين المعنى العام وبين ذلك المعنى الخاص؟ في ولا ما فيش؟ لازم فيه. لو ما كانش فيه عمره ما ينفع التعريف. ده اللي أنا عايز أفهمه لك يعني. لو لم يكن فيه لا يصلح التعريف أبدا. إيه المناسبة؟ احنا مش قلنا من جملة الأدب الظرف وحسن التناول؟ كذلك هو. يبقى إذا أخذوه من هذا الإيه؟ من هذا النوع. مفهوم الكلام ده؟ كلمة الحج معناها إيه؟ قصد شيء للتعظيم، مش قصد بس. يعني ما يجيش واحد يقول لك أنا حججت لبتاع الطعمية عشان أتغدى. يبقى ده قصد كده؟ يبقى ده حج؟ لا. إنما لازم القصد للتعظيم، قصد شيء معظم. يقول لك أنا حججت إلى بيت الخليفة، ماشي. حججت إلى الأزهر لأطلب العلم، ماشي. خلاص؟ حججت إلى المسجد الأقصى، كويس. لكن حججت إلى بيت الحلاق أو الحجام لقراءتي، حججت إلى المطعم الفلاني لأتغدى، ماشي كده.
يبقى لازم اسمه قصد للايه؟ للتعظيم. كويس؟ اذا كل مقصود معظم وانت تقصده يبقى ده اسمه ايه؟ حج. فلما جاء الفريضه الاسلاميه اللي هي الحج دي راحوا عملوها فين؟ قصد البيت الحرام للتعظيم. يبقى في مناسبه بين التعريفين ولا لا؟ لازم يبقى في مناسبه بين الكلمه العامه وبين الكلمه الايه؟ الخاصه. والا تبقى انت يعني بتخبط في اللغه بدون ما تعرف. ما لكش اي معنى، مفهوم؟ كلمه جنه معناها ايه؟ الجنه هي الشيء الذي يسترك، يجنك اي يسترك، ومنه سميت الايه؟ الجنين، اسمه جنين لانه مستور، ومنه الجن لانه برضه مستور في بطون الام، الام لا يراه احد، ومنه الجنه يعني الساتر الوقايه، الصوم جنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه الدجنه يعني الظلمه بالليل لانها تستر. طب ايه المناسبه بين الجنه وبين؟ قال لك لانك اذا دخلت في الجنه فتركت بالاشجار بتاعتها تسمى جنه. انما ما يجيش واحد زرع شويه نجيله ويقعد فيهم يقول له ده في الجنه، ما ينفعش، لازم يبقى شجر كبير وحدائق ملتفه تسترك عن غيرها، فحينئذ تكون ايه؟ تكون في الجنه. مفهوم الكلام ده؟ اذا اللي عايز اقوله هنا ان كل كلمه في اللغه دي اذا اردت ان تاخذها لمصطلح معين فلا بد ان يكون هناك مناسبه بين غرس الكلمه الاصلي في اللغه وبين نقلها من غرسها ووضعها في مكان اخر لتدل على شيء معين. كويس كده؟ القصر ده بقى، نيجي للقصر. لغه الحبس، قصر الحبس، ومعنى الحبس معناه الوقف والوقوف، كل ده ايه؟ مأخوذ منه. حبست الدابة يعني ايه؟ أوقفتها عن الحرب، مفهوم؟ طيب، يقول الشاعر: فأين إلى أين النجاة ببغلتي؟ أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. احبسي احبسي يعني ايه؟ قفي قفي عن نفسك، خلاص مفيش فايدة، هتروحي فين؟ أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، وأكدها مرتين. قال لها وقف وقف خلاص، هتجري تفر على فين؟ خلاص دول من هنا ودول من هنا، ما فائدة الفرار وما جدوى الفرار؟ يبقى الحبس معناه إيه؟ الوقف. والوقف معناه إيه؟ عدم الحركة. عدم الحركة. كويس كده؟ طيب، لما نيجي ناخد الكلمة في اللغة بمعنى الحبس وبمعنى الوقف ثم نجريها على ما نحن فيه، نمسك اولا كلمه القصر اللي هي اللي احنا بنسمعها قصر الخليفه وقصر الملك وقصر قصر وكذا وكذا، اللي جمعها قصور دي، مفهوم؟ ايه سميت قصرا لماذا دي؟ قال لك لانها حبس على الغير فلا يشارك مالكها فيها احد. القصر يعني ده قصر السلطان، قصر الخليفه، يعني ده مقصور عليه. هذا مقصور عليه، ولذلك ما يتسماش قصر، يعني مثلا بيتي انا ده اللي انا عايز يتسمى قصر؟ لا. ايه قصر يعني؟ قصر القصر يعني انت حته بتاعتك فيها تقول عليها قصر. لكن القصر ده يبقى ايه؟ جدير بان يسمى قصرا. مكان كبير قوي قوي كده، وفي جناين في النص، وفي اماكن، وفي بيوت، وفي وفي في، قال عليه ايه؟ قصر. شفتوا القصر بتاع القبه انتوا طبعا، دخلتوه ولا ما حدش شافه؟ اللي شافه حتى من بره يمشي حواليه كده ولا بعيد عنه، ده كله ده بيسموه قصر، اهو ده جدير بان يسمى قصر. يعني فمثلا يعني محبوس على مين؟ على من فيه، هذا قصر. مفهوم الكلام ده؟ طيب القصر اذا للحبس هنا، وبعدين تقول قصر فلان عن ان يفعل كذا، وفلان قصير،
مش برضه معناه كده قصير يعني ايه؟ فهم؟ ليس بطويل يعني معناه محبوس في قصره عن ان يكون طويل. هو برضه حبس لان الطويل ممكن يعمل ايه؟ المادة واحدة اصلا، المادة واحدة. انت لو شفت كتاب الخصائص لابن جيني في باب عامله للحاجات اللي زي دي، يجيب المادة ويجيب منها المشتقات بتاعتها هو الى اخره، ويجد في الاخر انها ان المدلول في الاصل ايه؟ واحد. انا لما ابقى طويل هطول البتاع ده هو طويل، اذا مش مقصور على حاجه، لكن واحد قصير مقصور على قدر الطول بتاعه، يعني ما يقدرش يعمل ايه، فسموه قصير. مفهوم؟ فلان قصر في ان يفعل كذا. قصر يعني ايه؟ حبس، وقف كده لغايه هنا ما عملش، عمل حاجه معينه ووقف فيها وسكت. يبقى كله معناه ايه؟ الحبس. مفهوم؟ فاذا الكلمه عامه ولا مش عامه؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى في القران استعملها ثاني، قال حور مقصورات في الخيام. مقصورات في الخيام يعني ايه؟ محبوسات فيها. لا مش زي بتوع الدنيا كده تبص تلاقيهم كل شويه يروحوا السوق ويشتروا ويجيبوا، والنسوان تطلع ودي تقابل دي وروحوا الفرح وروحوا ده وروحوا، لا دول محبوسات فيها. والحبس هنا نوع من الانوثه المحبوبه، معناها ان كل ما يخرج ويرجع يلاقيها ايه؟ اعلى بالثانيات. يعني مش هتزهق من البيت، مش هتيجي تقول له ده انا انت مخليني زي الكرسي اللي قاعد في البيت مفيش حركه، عايز اروح اتمشى في حالي كذا. لا، هناك في الاخره حور مقصوره. الله يتمدح او يمدح المراه المقصوره في خيمتها، يمدحها المقصوره في ايه؟ في الخيمه. يبقى اذا لما تقعد في البيت ده مدح للايه؟ للمراه، لان هي مخلوقه لهذا الارض، موجوده في ذلك الارض، اهي في الجنه، هي محبوسه في الخير. كويس كده؟ يبقى حور مقصورات فين؟ حور مقصورات في الخيام. احنا عارفين زمان لما الاعشى قال ايه؟ غراء فرعاء مسؤول عوارضها، تمشي الهوينه كما يمشي الوجه الوحل، كان مشيتها من بيت جارتها مر السحابه لا ريس ولا عجب. ظن انه مدحها هو وهو رد عليه قال لا ده انت خايف. ده ما خراجه ولاجه يعني، تروح لجارتها دي وتروح لجارتها دي مش كويسه. وانت بتمدحها كده ده انت بتسيبها. وهو ظن انها ايه؟ بتمدح. مفهوم؟ طيب يقول تعالى ايضا فيهن قاصرات الطرف. يمكن محبوسه في البيت انما عماله تبص في التلفونه شفتها رايح فين؟ قال لك لا، ما هو برضه بتبقى محبوسه في البيت ولكن عامل لها بلكونه وتقدر تبص في الباب ومن ده ومن ده، وتبص في التلفزيون تشوف الراجل ده احسن من جوزها ولا كده. مثلا يعني. فربنا قال في الاخره لا، فيهن قاصرات ما يبصوش الا لازواجهن بس فقط. معنى كده ان هم مغنيين ولا لا؟ مغنيين. فيهن قاصرات الطرف اي حابسات اطرفهن او اعينهن على النظر الى ازواجهن. مش هتبص لواحد ثالث تقول له انا شفت فلان ايه؟ اطول منك واحسن منك وانت ما تنفعش لك حاجه. زي مراد ثابت بن قيس لما ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني نظرت من سجف الخيمه، هاي في الخيمه بس بصت على الله، نظرت في سجف الخيمه فوجدته مقبلا في جماعه من الرجال فلهو اقصرهن قامه، اقصرهن ايه؟ قامه، وادمهن خلقا، حاله دميم يعني خلق، واسودهن وجها، وانا اكره الكفر في الاسلام. يعني خلاص شفت كده حاله، مش شفت الرجاله الثانيه لقيته هو ولا حاجه من الرجاله. يبقى في الحاله دي ايه؟ أنا مش عايز أبقى عايشة معاه وأنا أكرهه أو في نفسي منه شيء أو أقصر في طاعته أو كذا أو كذا. فيعني يا رسول الله
خلصنا منه كده بالمعنى الفصيح يعني مفهوم. يبقى اذا الحور المقصورات وفيهن قاصرات الطرف محبوسات يبقى ده في ايه؟ في مدح. ويقول وعندهم قاصرات الطرف، ربما واحد يقول لك ده قاصرات الطرف يمكن عينيهم مش تعبانه شويه مش قادرين يبصوا الله قدامهم بمترين بس ما فيش الله الزوج عندهم. فقال لك لا وعندهم قاصرات الطرف عين. عين يعني ايه؟ عينهم واسعه مش وحلوه كويسه مش يعني تعبانين في عينيهم ولا اي حاجه. لا في ايه تقول وعندهم قاصرات الطرف اطراف، وفي ايه تقول وعندهم قاصرات الطرف ايه؟ عين. وايه تقول فيهن قاصرات الطرف تسقط. فلما يجي القران في حاله عنده اسمها الاحتياط والانصاف، يجيب اسلوبه بعدين ربما حد يظن منه حاجه يروح جايب توضيحه في آية أخرى. خلاص؟ فقالوا عندهم قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف ممكن حد يتوهم انه ايه؟ عندها قصر نظر ولا حاجة. فيقول لك لا وعندهم قاصرات الطرف عين. عين يعني عينيهم واسعة وكويسة وجامدة وحلوة. مفهوم الكلام ده؟ يبقى إذا هذا هو الايه المقصود. إذا القصر لغة هو ايه؟ الحرص. طيب ما الكلمة عامة ولا خاصة؟ البلاغيين لما جم ياخدوها للاشياء بتاعتهم قال لك برضه معناها الحبس. ليه؟ لاننا حين اقول ما شاعر الا زي حبست صفه الشاعريه على من؟ بس يبقى لا تتعداه الى غيره. ماليش دعوه انا في المبالغه في الحقيقه في كذا في كذا، انا حر. لكن حبست صفه على موصوف او حبست موصوفا على ايه؟ على صفه. يبقى ادي المناسبه ما بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ والمعنى الاصطلاحي. خلاص كده؟ طيب في الاصطلاح بقى، قالك الاصطلاح ده نصرح شويه عن ايه؟ عن المعنى اللغوي. هنشيل بقى المدلول بتاع لفظ الحبس ونقول كلامنا احنا بقى البلاغيين اللي هنعبر بيه تعبيرا اخر عن الحبس. اللغه عبرت بالقصر عن الايه؟ بالحبس عن الايه؟ عن القصر. وهم وافقوا اهل اللغه فقالوا القصر لغه للحبس. طب ساعه ما نيجي في الاصطلاح نقول حبس شيء على شيء، طب ما يبقى الكلام عام كده. انما احنا نجيب حاجه تتناسب مع تعريفنا احنا البلاغي. فقالوا القصر تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق القصر معهود. يبقى شالوا كلمة مين؟ الحبس والقصر، وقالوا تخصيص شيء بشيء بطريق معهود. تخصيص شيء بشيء بطريق معهود. معهود يعني معروف عند هذا الاصطلاح، عند أهل الاصطلاح ده اللي هو البلاغيين يعني، معهود يعني معروف. هذا التعريف وإن اعترض عليه بعض المعترضين وقال إن القصر متشعب وأقسامه متشعبة، وقد يكون التخصيص حقيقيا وقد يكون التخصيص ادعائيا وقد يكون التخصيص إضافيا، فلأجل ذلك كان ينبغي أن يحد بحد آخر. فنظروا في جميع الحدود فلم يجدوا حدا أقرب من ذلك الحد. يعني في ناس اعترضوا على التعريف ده، قال لك انتوا خصصتوا، طب ده تخصيص شيء بشيء. طيب ما ده برضه ممكن يعني يكون قاصر التعريف، قد يكون التعريف قاصرا، لان القصر منه ما هو ايه؟ حقيقي، ومنه ما هو ادعاء، ومنه ما هو ايه؟ اضافي. مفهوم الكلام ده؟ طيب فكيف تجعلونه تخصيصا؟ مفهوم الكلام ده؟ يبقى في نقول له يا اخي افهم معنى كلمه تخصيص. تخصيص هي ايه؟ من الذي يخصص؟ المتكلم. الايه؟ المتكلم هو الذي يخصص. معنى يخصص يعني يعمل ايه؟ ياتي باسلوب يفيد التخصيص، ياتي باسلوب يفيد التخصيص. أنا حين أقول ما شاعر إلا زيد أو ما زيد إلا شاعر،
من المتكلم؟ أنا متكلم. الأسلوب بتاعي ده فيه تخصيص ولا مفهوش تخصيص؟ فيه تخصيص. هل الذي خصص هو أنا ولا ذلك الطريق الذي هو من طرق القصر؟ ذلك الطريق الذي هو من طرق القصر. لأني لو قلت زيد شاعر أفادت ما شاعر إلا زيد ولا لا؟ بالمعنى العام أفادت ولا ما أفادت شيء؟ ما شاعر إلا زيد أو ما زيد إلا شاعر؟ شاعر زيد أو زيد شاعر أفادت ولا ما أفادت شيء؟ لكن الذي أفاد التخصيص هو الطريق الذي هي من طرق القصر. يعني أنت حين سلكت طريق القصر أفاد ذلك الإيه؟ أفاد ذلك التخصيص. مفهوم الكلام ده؟ ولذلك هذا لا يقال فيه ما اعترضوا به على تعريف التشبيه. التشبيه هو ايه يا مشايخ؟ حد يعرف التشبيه؟ الحاق شيء بشيء في معنى مشترك بين شيئين الاداه. الحاق هذا الكلام انا كعبد لله قصير، أليكم عرفتوا معنى القصير يعني فقير إلى الله تعالى، أعترض عليه اعتراضا كاملا. وقد قلت ذلك في الكلية والطلبة وشرحت ذلك ووضحت. إلحاق، من الذي يلحق؟ المشبه ولا التشبيه؟ المشبه. أنت الذي تلحق. حين أقول زيد كالأسد، من الذي شبه زيدا بالأسد؟ مش أنا؟ طب أنا المشبه اللي أنا بتكلم، كويس كده؟ طب من الذي ألحق زيدا بالأسد؟ المشبه. أنا ولا غيري؟ أنا. يبقى إذا المفروض لما تعرف المشبه تقول هو إلحاق أمر بأمر. أنا اللي بتكلم، أنا اللي بلحق. الإلحاق ده مصدر ألحق يلحق إلحاقا، مش كده ولا إيه؟ يبقى لما يقولوا وكثير من الأساتذة وغيره يكتب تعريف للتشبيه فيقول لك إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك والطلبة يبلعوا ويشربوا انتهى بس ويكتب التعريف ويعرفه زي ما أنتوا عرفتوه دلوقتي. ولكن ده كلام مش يعني ينقصه الدقة، لأن الإلحاق هو إيه؟ من الذي يفعل عملية الإلحاق؟ المتكلم. فأنت تعرف المتكلم ولا تعرف التشبيه؟ التشبيه. وتعريف التشبيه لا بد أن يكون خاصا به. إنما أنت كده تعرفت المتكلم، أنا وأنا قلت لك عرفت المتكلم، يبقى المفروض يظهر بذلك نور بصر القدماء ودقتهم في الفهم ودقتهم في وضع التعاريف لمثل هذه الأشياء. لما هم يعرفوا التشبيه قالوا ايه؟ الدلالة على معنى مشترك بين شيئين بأداة. لا هو التشبيه كده دلالة مش الحق. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى موضوع الالحاق ده نشيله من دماغنا خالص، ما نقولش الحق، لان الالحاق انا بعرف المتكلم. أنا حين أريد أن أعرف التشبيه، والتشبيه حين أقول زيد كالأسد دلني ولا ما دلش؟ دل. يبقى التشبيه دلالة. فهم برضو في موضوع التخصيص حبوا ياخذوا ذلك الاعتراض وقالوا ما ينفعش ده تعريف، لأن التخصيص من الذي يخصص؟ عايزين يقولوا المتكلم اللي يخصص، نقول له لا، المتكلم له طرق أخرى يستطيع أن يخصص بها. فإذا قال زيد شاعر في المدلول العام دلت على الشاعرية لزيد ولا لا؟ لكن دلت على التخصيص؟ لا. ما الذي اللي يدل على التخصيص؟ أسلوب القصر نفسه، طريق القصر نفسه. يبقى إذا لما تقول عليه تخصيص شيء بشيء راجع إلى القصر ولا إلى المتكلم بالقصر؟ إلى القصر نفسه. ما يمشيش معانا هنا موضوع إلحاق أمر بأمر بتاع التشبيه، يبقى يمشي معانا هنا إيه؟
القصر نفسه، لأن الأسلوب ذات نفسه هو الذي يخصص. الأسلوب هو الذي إيه؟ هو الذي يخصص. كويس أو كده ولا لأ؟ في حد مش فاهم؟ مين اللي مش فاهم؟ مفهوم. تخصيص شيء، إحنا عندنا صفة وموصول أهو، يا إما تخصص الموصول بالصفة. إحنا ولذلك المشايخ كانوا عليين في الكلام تخصيص شيء، والشيء يطلق على ماذا؟ على الموجود المتصور، سواء كان صفة أو كان ذاتا موصوفا. فقالوا تخصيص شيء إيه هو من نجدعه، بشيء برضه إيه هو من نجدعه. يبقى لو قلنا تخصيص شيء وجعلنا ذلك الشيء موصوف يبقى تمام ولا مش تمام؟ طيب تخصيص شيء بشيء وجعلنا ذلك صفة، ماشي. ولو خلينا تخصيص شيء ده صفة وده موصوف زي بعض، يعني ده ينفع وده ايه؟ وده ينفع. فمثال تخصيص الموصوف بالصفة ما زيد إلا شاعر، يبقى خصصته الموصوف وهو زيد، خصصته بصفة ايه؟ الشاعرية. يبقى تخصيص شيء ما الشيء الأول هنا؟ الموصوف. خليكم معايا كده، تخصيص شيء ما الشيء الأول المخصص هنا؟ المخصص الموصوف بشيء، يبقى ما الشيء اللي احنا المقصود بكلمة بشيء هو الصفة. طيب ما شاعر إلا زيد، ده تخصيص صفة بموصوف. يبقى تخصيص شيء الشيء الأول يبقى مقصوده ايه؟ الصفة. بشيء يبقى مقصوده ايه؟ الموصوف. عشان كده قالوا تخصيص شيء بشيء بطريق معهود. لا معهود مش الطرق للقصر انواعها كثيره جدا، من جملتها انا قصرت صفه الشاعريه على زيد. انا اقول كده يعني اسلوب كده، قصرت صفه الشاعريه على زيد، هذا قصر ولا مش قصر؟ قصر. حبست تلك الدار على محمد، يبقى قصر ولا مش قصر؟ قصر. لكن هل هذا هو القصر بطريق معهود اصطلاحي؟ لا. لا. أهو كده. يبقى هذه معنى بطريق معهود، خرج الذي يدل على القصر ولكن بطريق غير معهود بين البلاغيين. يبقى إذا تخصيص شيء بشيء يا موصوف وصفة يا صفة وموصوف بطريق معهود خرج الطريق غير المعهود. فتقول خصصت محمدا بعطيتي، اهو ده وان كان تخصيص الا انه ما تقولش عليه احنا قصر ايه؟ معهود بلاغي اصطلاحي. كويس. خصصت الدار على زيد، خصصت اللجام بالفرس، يبقى ما ينفعش يبقى قصر ده اصطلاحي. ليه طيب؟ ما هو تخصيص اهو، تقول لانه ليس بالطريق المعهود المعروف بين مين؟ بين البلدين. كويس يا مشايخ؟ إذا تخصيص شيء بشيء بطريق معهود وطرق القصر إن شاء الله ستأتي واحدة بعد الأخرى مع التمييز بين كل طريق وكل إيه؟ وكل طريق. تفضل يا سيدي. القصر حقيقي وغير حقيقي، وكل منهما نوعان، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. القصر طيب ماشي كمل. والمراد بالصفة ها هنا الصفة المعنوية للنعت. نعم. والأول من الحقيقي نحو ما زيد إلا كاذب إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها. وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء. والثاني كثير. طيب القصر حقيقي، هو دخل في إيه؟ في أقسام القصر كده على طول. فالقصر حقيقي، والحقيقي هذا نوعان، حقيقي تحقيقي وحقيقي ادعائي. اكتب هذه الأقسام لأنها مشوشة في الكتب، يعني فيها تشوش كبير، حتى أني حضرت رسالة دكتوراه نقل الناقل من كتاب تكلم عن القصر لأستاذ خلط بين الأقسام، وهو لما قالوا له أنت عملت كده قال أنا نقلت عن كذا، يعني ففي خلط بين الأقسام في أقسام القصر.
فخلي بالك اكتب ما اقول، لان اولا قصر حقيقي تحقيقي وقصر حقيقي ايه ادعاء، حقيقي ادعاء. طيب الحقيقي نعم القصر حقيقي، والحقيقي له قسمان تحقيقي وادعائي. وإذ القصر كما نعلم الحقيقي كغيره قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. القصر الحقيقي التحقيقي قصر موصوف على صفة زي إيه كده؟ ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر. أنت قصرت من قصر موصوف على صفه، قصر موصوف على صفه. أنت قصرت ماذا هنا؟ فين المقصور؟ زيد. فين المقصور عليه؟ الشاعرية. كأنك قصرت زيدا على صفة واحدة هي صفة الشاعرية. ده لو فرض ان زيد ملوش اي صفة اخرى غير صفة الشاعرية، ملوش اي صفة تانية غير صفة الايه؟ الشاعرية. ويذكره هذا القصر الحقيقي التحقيق. وهل هذا القصر الحقيقي يعني ده مستقيم غير مستقيم؟ بل يكاد لا يوجد في الكلام، بل يستحيل وجوده في الكلام، يستحيل وجوده في الايه؟ في الكلام. ولذلك العلماء فرضوه فقط عشان يقولوا ان طال ايه اللي خلى العلماء يفرضوه ما دام هو غير موجود في الكلام. ما السبب في ذلك؟ قال لك لانه خد بالك نظروا فوجدوا ان كل قصر ينقسم الى قصر موصوف على صفه وقصر صفه على موصوف. هذا قاعدة من قواعدهم، هذه قاعدة من قواعدهم. فلما كان القصر الحقيقي بالصفة موجود كثير وأرادوا أن يعرفوك القصر الحقيقي بالصفة، اقتضى ذلك أن يقدموا أو أن يتكلموا بحسب قواعدهم عن القصر الحقيقي في الموصوف. مفهوم؟ ثاني، إن قال قائل القصر الحقيقي التحقيقي الموصوف على صفة، لازم تحددها لي، القصر الحقيقي التحقيقي الموصوف على صفة لا يكاد يوجد بل يستحيل وجوده في الكلام. وما دام يستحيل وجوده في الكلام فلما ذكره؟ قال الدسوقي رحمه الله إنما لم يتكلموا عن الاستعارة التبعية المكنية لأنهم لم يجدوها في كلام العرب. وحيث لم يجدوها في كلام العرب ما تكلموش عنها، مشكلة ولا إيه؟ ولكن هنا برضو ما وجدوهوش في كلام العرب فكيف يتكلمون عنه؟ تمام؟ اتفهم الاعتراض؟ هو ما دام مش موجود بيتكلم عنه ليه؟ قال لك القصر الحقيقي التحقيقي كل قصر عندنا ينقسم الى قسمين، قصر موصوف على صفه وقصر صفه على موصوف. طيب ما ايه اللي خليكم تتعرضوا للحقيقي؟ قال لك لان القصر الحقيقي في الصفه على الموصوف كثير، فاقتضى ذلك ان نتحدث عن القصر الحقيقي. ولما كانت القاعدة عندنا أن القصر نوعان موصوف على صفة وصفة على موصوف، لذلك أتينا بقصر الموصوف على الصفة حتى نوفي حق القاعدة المشهورة عندنا، عشان يوفوا حق القاعدة إيه؟ المشهورة عنده. فقالوا ما زيد إلا كاتب لو فرض، وهذا لا يقول أن زيدا ليس له إلا صفة الكتاب، لأن هنا لو كان ده إضافي، لو كان ده إضافي يا مشايخ كنا قلنا فيه ادعاء،
ولكن القصر الحقيقي لا يتأتى فيه الاستعانة. القصر الحقيقي لا يتأتى فيه الإضافة. القصر الحقيقي لا يتأتى فيه إيه؟ لا يتأتى فيه الإضافة. أنا حاسس إني أنا يعني أغمضت قليلا في الكلام. ها؟ ها؟ صح؟ صح ماشي. نقول تاني. الكلام بتاعنا اللي جرينا إحنا عندنا العلماء رحمهم الله قالوا إن القصر الحقيقي التحقيقي الموصوف على الصفة. متفقين على كده؟ لا يكاد يوجد في الكلام. ذلك قول الخطيب القدري. وقال السعد بل يستحيل أن يوجد في الكلام. والسعد محقق ومدقق طبعا في المطول بتاعه في شرح المطول على التلخيص يقول بل يستحيل أن يوجد في الكلام. هو رحمه الله لم يأتي بهذا الاعتراض، ولكن الاعتراض ده قد جاء به غيره. فإذا كان لم يوجد في الكلام فلماذا تحدثتم عنه؟ وأنا جئت لكم بنظير عشان نفهم. دسوقي بيقول بالاستعارة المكنية التبعية لم يتكلم البلاغيون عنها. لماذا؟ لأنها غير موجودة في كلام العرب فلم يتكلموا عنها. إذا كان ينبغي أن يكون هذا القصر الحقيقي زي الاستعارة المكنية التبعية لا يتكلمون عنه، فلماذا تكلموا عنه هنا ولم يتكلموا في الاستعارة المكنية التبعية؟ فهل التنظير والاعتراض؟ كيف نجيب؟ نقول إنهم لما كان ولا بد أن يتعرضوا للقصر الحقيقي، لأن القصر الحقيقي ينقسم إلى صفة على موصوف وموصوف على صفة، والصفة على الموصوف كثير، فكان ولا بد يتكلموا عن القصر الحقيقي ولا لا؟ لأن في صفة على موصوف. طب والموصوف على الصفة التي تتكلم عنها تمشيا مع قاعدتهم، لأن القاعدة عندهم أن كل قصر فيه نوعان، قصر موصوف على إيه؟ على صفة، وقصر صفة على مين؟ على موصوف. يبقى هم معذورين إنهم يتكلموا عنه ولا لا؟ معذورين. طب مثاله إيه ده؟ ما زيد إلا كاتب. هل يتصور المتصور ان زيد ملوش الا صفه واحده بس اللي هي الكتابه؟ امال فين الطول وفين الفهم وفين العقل وفين الكلام وفين وفين؟ له صفات كثيره. قالوا وسبب استحاله وجود ذلك القصر ان كل موصوف موجود متصور لا يمكن ان لا بد ان تكون له صفات يتعذر الاحاطه بها. كل موجود متصور لا بد أن تكون له صفات كثيرة يتعذر الاحتياط به. أنت بنفسك كده ممكن تبقى صنايعي، ممكن تبقى نقاش، ممكن تبقى عالم، ممكن تبقى شاعر، ممكن تبقى طويل، ممكن تبقى قصير، ممكن تبقى كتير جدا خطير. خد بالك في كذا صفة ليك ولا ليس لك كذا صفة؟ لك كذا صفة. أنا يتعذر علي بالنسبة لك على المحيطة بكل صفات إن أنا بعرف منك الشيء الظاهر لي، لكن أنت يمكن عندك كواغي في داخلك لا يحيط بها إلا مين؟ إلا الله رب العالمين. مفهوم الكلام ده يا مشايخ؟ عشان كده قالوا الحقيقي التحقيقي في الموصوف على الصفة يستحيل وجوده، وسبب ذلك أن كل موجود متصور له صفات كثيرة يتعذر الإحاطة بها، فكيف تقصرها أنت على صفة واحدة؟ يبقى ما ينفعش. يبقى كده ما إيه؟ ما ينفعش. مفهوم الكلام ده؟ طيب ده بالنسبة للقصر الحقيقي إيه؟ التحقيق. هناك قصر حقيقي تحقيقي أيضا وهو قصر صفة على موصوف، وهذا كثير. تقول ما في الدار إلا زيد. ينفع إن زيد ما فيش غيره في الدار ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ما في الدار إلا زيد. خلاص؟
ليس إلا رجل هنا. ممكن يبقى ما فيش إلا واحد بس هنا اسمه راجل ولا لا؟ يبقى كله ستات، ما فيش إلا رجل واحد اسمه. مفهوم الكلام ده؟ يبقى قصر الصفة على الموصوف إيه؟ كثير. تمام؟ ما في المكان إلا شاعر واحد. وكلنا لما تبقى عندنا الشعر ولا حد شعر يقول شعر ولا حاجة إلا واحد بس يعرف يقول الشعر. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. إذا قصر الصفة على الموصوف حقيقة كثير، وقصر الموصوف على الصفة تحقيقا لا يوجد، بل لا يكاد يوجد، بل يستحيل أن إيه؟ بل يستحيل أن يوجد. فهمنا الكلام ده؟ طيب، المقصود بالصفة هنا ليست الصفة بتاعت النعت، وإنما المقصود بها الصفة الإيه؟ المعنوية. ومعنى المعنوية يعني التي تدل بمفهوم معين على اتصاف ذات بها، التي تدل بمفهوم معين على اتصاف ذات بها. مفهوم الكلام ده؟ إنما صفة النعت دي من ضمن التوابع، لكن الصفة المعنوية ممكن تبقى فعل وفاعل، ممكن تبقى مفهوم، ممكن تبقى جملة حلها. من الممكن أن تكون جملة إيه؟ جملة بحالها. فمن أجل ذلك نأتي إلى كلمة واحدة بس ونخلص عشان إحنا أطلنا عليكم. قد يأتي القصر الحقيقي التحقيقي الصفة على الموصوف للمبالغة فيكون حقيقيا ادعائيا. فيكون حقيقيا إيه؟ ادعائيا. لأن إحنا قلنا حقيقي تحقيقي، فضل حقيقي ادعائي. حين يقصد به المبالغة، ومعنى قصد المبالغة أنك تقول إني غير معتد بأي صفة غير تلك الصفة التي أثبتها لزيد مثلا. تقول ما شاعر إلا زيد على طريق المبالغة. خلاص؟ يعني معنى ذلك إيه؟ أنك لا تعتد بكونه كاذب، ولا بكونه خطيب، ولا بكونه عالم، لا تعتد بصفة من تلك الصفات مبالغة إلا صفة الإيه؟ صفة الشاعر. يبقى اسمه حقيقي ادعائي. حقيقي إيه؟ قال السعد رحمه الله: وقد يمكن أن يجري القصر الحقيقي الادعائي في قصر الموصوف على الصفة. معايا في الكلام ولا لا؟ لو قلنا قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا يحصل ايه؟ لا يكاد ايه؟ لا يكاد يوجد. والسبب في ذلك لتعذر الإحاطة بصفات الموجود الذي يتصور وجوده. كويس؟ الشيخ السعد تجرأ بكلام جريء وقال: وقد يوجد، مع انه هو قال يستحيل وجود الحقيقي التحقيقي في الدفاع الموصوف على الصفة، قال: وقد يوجد القصر الحقيقي الادعائي للمبالغة في الموصوف على الصفة. كيف يا شيخ؟ قال: تدعي أنه لا يوجد أحد كاذبا إلا زيد في قولك ما زيد إلا كاذب. يعني أنت تقول ما زيد إلا كاذب، بمعنى أنك لا تعتد بعمر ولا ببكر ولا بخالد ولا بأي أحد له صفة الكتابة إلا مين؟ إلا زيد. ويبقى على سبيل الادعاء والإيه؟ والمبالغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويصلح أحوالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.